ايدك ايدك قوام ايدك على الحلوان. حلوان شو؟ لك لا قلت لك يوسف امبارح اجى لعندي على الدكان. شو بك؟ تفضل خلوها تعي شوفي شو هم شو صار لها؟ ابوكي شو صار لها؟ ابوكي انت لك قومي شدي حيلك خلينا نروح نتلف له. شو عرفك انه هو؟ لك اسمه يوسف وسأل عن شام بس قال انه ما عنده اولاد. لك مزبوط نور خلقت بغيبته. سأل عنك مرتين بالدكان كانت عندي نور كمان. شفتي لأبوكي؟ ما شفت حدا يعني اصلا شو بعرفني انه بابا رجال غريب ما بطلع فيه انا. لك هلا بلا دلعني خلينا نروح نتلف له هي الرقم. يلا بسرعه جيب المفتاح. وين الرقم؟ بوس ايدك يا حطيته بهي الجيبه. بوس ايدك ما ضل لي غير الحبل اتمسك فيه. يمكن نسيته على الطاوله بالدكان. يلا بسرعه. الو وين راحت؟ والله حطيتها هون انا. ولك اسمك؟ نعم. تعالي هون لشو؟ حدا فات لهون على المحل بغيابي؟ ما حدا فات عم ابو ياسين. لك عم الدباب لك وين راحت الورقه؟ لا يكون طير الهواء. لك وين بدي طير الهواء؟ شو شايف العواصف عم تضرب عندي هون؟ لك بالمروحه يا دوب عم نحركه للهواء من كتر ما نطير. من شان الله من شان الله عم ابو ياسين دور عليها. شو شايفتيني عم ساوي؟ عم دور. شو يعني ضاع مره تانية؟ لك وين بده يطير؟ عم دور بالمحل ولا مفكره عندي هون مثلث برمودا؟ كل المحل قد عقلي.